كما يقول الشاعر، ما هي غريبة الردة، وما هي غريبة الذيب ينسى حدة، وما هي غريبة الغارة، وما هي غريبة يشتموا لي للقفارة، وزانيات لجان التنسيق والبوليس بالذهب يكرموهم. هذه تونس، لاني مانيش باش نحكي، برجع على قضية الطلبة، لأن قد ما سالت القضايا في البلاد الكل حبر، وكتبت ملايين بتاع صفحات قضية سوسة من 2007، والناس تكتب والناس تتحدث، أما الحاجة اللي نحب نحكي عليها الساير في البلاد، الساير في تونس، لأن أمس أو التامس وثلاثة أيام التالي على خطى الشهداء وعلى خطى الأحرار، ثم شكون حرق روحه في بوزيد، وسائل الإعلام الرسمية والجرائد المأجورة، واش تقول؟ انتحار على قريعة الطريق، وبعض النفوس الخبيثة تتاجر بالقضية، ونساو محمد بوعزيزي أستاذ العربية، علاش مات؟ وشنو السبب اللي مات عليه؟ لأنه إذا كانوا رشيد، وإذا كانوا عبودة، وإذا كانوا فوسي، وإذا كانوا وائل، و19 طالب اليوم في المحكمة، على خاطرهم جاعوا، كلاو محمد بوزيدي، عفوا، محمد بوعزيزي، حرق روحه، على خاطر قتلته البطالة، وعلى خاطره عنده شهادة تاع أستاذية، وبقى بطال، يبيع في الخضرة، ويبيع في الغلة في الشارع، لكن النظام الكونفدرالي، النظام السمسار، النظام اللي باع البلاد، النظام اللي بعث الشراكة مع الاتحاد الأوروبي عام 95، النظام اللي بعث خمسة زائد خمسة، النظام اللي بعث قمة المعلومات، النظام اللي باع اللات، النظام اللي باع ريانا، النظام اللي باع الفيفا، النظام اللي باع رزيف، النظام اللي باع صحراء سوين منطقة للنفايات النووية الأمريكية، اليوم قاعد يبيع في أولاد الشعب، قاعد يفكر فيهم، وكيفاش؟ وآخر طلعة شنية؟ الرئيس الموقر نهار 7 نوفمبر يلغي الشيكات بدون رصيد اللي سبقت 6 نوفمبر 2010، وشنو هو البديل؟ دبوس الغاز من 7500 تولي حاجة 7800، باكل حليب بدينار و70، كيلو سكر بدينار و120، حط طماطم ب900، ادرة الصوص ب18100، ادرة المزوط ب11100، وصدقوني وشرفي وقسما بالشهداء 2014 اخر المدة الرئاسية المتولوا تشرب في الاكسجين في دبابة البلاستيك، لأن النظام اللي بقى على دورنا من 56، أو يسرق أو يبيع أو يهز أو ينهب، ونزيد نقول وينك؟ ونحن في سوسة، وخلينا نحكي شوية على سوسة، أولاد سوسة إيش باش مربوطين؟ العالم مربوط بالاقتصاد وبالسياسة وبالنظري وبالإيديولوجي، في سوسة مربوطين بالطقس، وقت اللي يجي الصيف في السيزون أولاد سوسة يخدموا التوريزم، وقت اللي تمطر وتشتي أولاد تونس واش يعملوا؟ يدخلوهم الحبوسات على خاطر البايكيزون اللي بيعطيه اعتماد الترابلسي، وعلى خاطر الزطلة اللي دخل فيها قيس بن علي، وعلى خاطر هذه تونس الجنوب أولاد الرزيف، وقت اللي تكلموا أولاد أم العرايس، وقت اللي تكلموا أولاد المزيلة، وقت اللي تكلموا عليش؟ على خاطر الفصفات اللي خرجوا فيه من المناجم، يهزوا فيه للأمريكان والفرنسيس، يصنعوا به في الأورانيوم، ويدمروا به في فلسطين، ويدمروا به في العراق، ويدمروا به في أفغانستان والباكستان، وأولاد الرزيف اش يربحوا؟ يربحوا كان الكونسيرت، يربحوا كان الموت، يربحوا كان الهم، أولاد الساحل ب
بلاد الزيتون، بلاد الزيت، وينك يا زيتون الساحل؟ ديما مسجد ديما راحل، سجد لأمريكا تستاهل، خلي هالشعب المغبون. وينك يا فضفاض المينا؟ سجد رحل في المشينة، وانت عارف وين هزينا، وحتى فلوسه عند شكون؟ فلوسه في البرازيل، رونالدو وقت اللي سالوه قالوا له عندك قصر في البرازيل، علاش؟ فرحان بيه، تكلم على خاطر مقابل قصر رئيس الجمهورية متاع تونس. ثم سجين سياسي سابق سالوه قالوا له شنو الفرق ما بين اللي يسرق في الليل واللي يسرق في النهار؟ قال مسارق العجل مذموم ومحتقر، وسارق الشعب بالكرسي مستتر. هاي البلاد، يا فاضل يلي متت باش الناظل، يا نبيل يلي سال دمك باش يكون حرار، يا دغباجي يا ثوار يا فلاكة يا زرمدين يا وردانين يا قروان يا مكتر يا قعفور يا بنزر يا مدنين، اي الشعب السير فيه، اي تونس السير فيها. وصدقوني قبل ما نختم شو يقول كلمة ناظم حكمة، يقول اذا لم احترق انا واذا لم تحترق انت فمن ذا الذي سينور لنا الطريق؟ لقد احترق محمد بوعزيزي فاضيوا لنهج والشوارع حتى نواصل النضال بلا هوادة ضد النظام الكمبرادور العميل السمسار اللي باع البلاد واللي باع العباد. واكيد لانه النظام العميل البوليسي، واكم تشوف واحد اثنين ثلاثة أربعة كذا تريد سوردينا تير ما يحسبهمش، علاش؟ لأن ثم ناس مواطنين في بالهم البوليس يحمي فينا. البوليس عنده قيمة، عفوا عنده مهمة واحدة في البلاد، يحمي في مشاريع السمسارة. شد خليج الملايكة في القنطاوي يحمي في ملك حشيشة، شد حنبع الفارك في القنطاوي، وشد ملك بن عياش وكرتاجان في الحمامات. البوليس شاد ملك الملولي في صفاقس، البوليس شاد ملك كبار ملكي العقارات في السليانة وفي الكيف وفي جندوبة. البوليس يحمي في الناس اللي قيادة تسرق في ثروات البلاد وتحط فيها في بنوك سويسرا وفي جنيف وتحط فيها في البنوك العالمية. وانت تعرف وانا نعرف ويزي من دزان النحل، انت تعرف وانا نعرف ويزي من دزان النحل. سمى كلمة واحدة في الاخر، صحيح عندكم الداخلية، صحيح عندكم السجون، صحيح القضاء بتاعكم، صحيح كل شيء بتاعكم، وتضحك اذا حكم عليك عاري ولابس كلاب جهنم. عندكم كل شيء تملكوه ونحن نملكوا حاجة واحدة، المبدأ والرجولية. انتم ونحن القاضي قلنا هالو نهار 1 ديسمبر ونعودوا هالو اليوم. جيت أجل يا قاضي، راكي تأجل في اعدامك. ختاما شكرا لابناء شعب الكادح، شكرا للعمال، شكرا للفلاحين، شكرا للموظفين المعدمين، شكرا للفقراء. دمتم للنضال، تصبحون على وطن اجمل وتصبحون على طلقات البارود حتى نحرر هذه الارض من شمالها الى جنوبها.